سلام الناس، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. المهم ما عرفتش واش كتسمعوا لي ولا لا، انا دابا في التران. المهم هذا الفيديو هذا غادي ندوزو معايا الويكاند، بقيتو لي دابا غادي لبروكسل. المهم غادي نصور لكم كل شيء، فين مشيت فين جيت، وغنوريكم كاع لي ديتاي. دابا وصلت لبروكسل، غادي نمشيو اول حاجه ناكلو حيت فريمون كنموت بالجوع. المهم كنا غنمشيو ناكلو فواحد البلاصه سميتها غاتسو غاتسو، كيديروا داك الماكله ديال تايلاند وداك الشيء، ولكن لقيناهم سادين ما عرفتش علاش. المهم كنا غادي نتلاقينا بواحد الجاره ديالنا. اوكي تلاقينا، دابا غنمشيو رحله البحث على ما ناكلو. حاجه خدينا لي فخيت ناس بلجيكا معروفه بالفخيت. ندوق يلا. واه بقا سخون يلا طابق. المهم وصل هاد سميتو درون بيتا ديال التواركا. ندوق بسم ديجا انا فايته دايقه وكنعجبني. المهم غادي نخليكم دابا ناكل، وفاش نخرج ديك الساعه نصور لكم كلشي ونصور لكم الاجواء كيفاش كاينه في بروكسل. الحمد لله شبعنا، دابا عاد نقدر ندور على راحتي. اول بلاصه غادي نمشي لها هي بريما، حيت بغيت ناخذ بزاف ديال الحاجات فيها. ديك المره سرقوا لي 12 عرفتي، ديك المره البنات مشينا لبريما متقدين وداك الشيء، ايوا فاش مشينا نلعبوا وما سرقوها علينا، خلاونا بلاش. دابا غادي نمشي ونعاودو اولا ناخذ داك الشيء اللي كنا خدينا وتسرق لينا، عاد غادي نشوف داك الشيء الاخر اللي باقي خاصني. المهم شوفوا الجو زوين صراحه، اجواء زوينه. المهم بالنسبه ليا كاميرا ما كيحمش هذا الجو، انا كنحماق على هذا الجو ديال الشتاء وداك الشيء. المهم خليكم انا نمشي بخيمك دابا نصور لكم كيفاش الجو هكا غتكونوا شفتوا معايا كلشي. تقدم بخيمة حتى نوصل للدار ونوريكم شنو خدمت. من بعد ما تقدينا من بخيمة غادي نمشي ندوركم شوية في مارشي نوال وتشوفوا الأجواء كيفاش دايرة عندكم. غادي نوريكم اشهر بلاصه كاينه في بروكسل هي غران بلاص.
بعد ما درنا واستمتعنا بديك الضوا اللي كاينين في غون بلاص. غادي نمشيو لهذاك الكاتسو كاتسو اللي كنا قلت لكم في الصباح لقينا حساب ديال تايلاند. غادي نمشيو دابا نتعشاو فيه ايوا صافي بقاو معايا. عرفتو جينا لاكار باش نرجعو بحالنا ولقيناهم دايرين المظاهرة ديال فلسطين. انا نوريكم نجمعو أنصومب نلعبو كارطة. المهم نقصرو مجموعين وصافي تنصور ليكم فاش نمشي. مزيانين كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. مرحبا بكم في النهار الثاني اللي غادي ندوزو غير في الدار. انا نقول لكم علاش. المهم اليوم غادي تجي تغدى معايا عكوستي ولوستي ولوسي. المهم ماشي شي عراضه غير بغيتهم يتجمعوا عندنا في الدار ونتوانسوا انصوم. راكم عارفين الغربه ضروري كتبغي تجمع خصوصا في الويكاند اللي كيكون اصلا كلشي مثالي. المهم كما قلت لكم هذا النهار غادي ندوز غير في الدار. غادي نوريكم شنو طيبت. المهم طيب شي حاجه خفيفه ظريفه وكنشكرو تا هو كان داكشي غير على قد الحال خفيف ظريف. الاهم هو اننا كنا تجمعنا ودوزنا صراحه واحد العشيه زوينه بزاف. المهم جيت غير نوريكم شنو خديت من بريمارك حيت البارح كيف ما شفتو كنت مشيت ليها وقلت لكم حتى نمشي للدار ونوريكم. اول حاجه خديتها هاد البلاطو هذا اللي حمقني. شوفوا كيف داير جادوغ عجبني بزاف كنحطو في لاطابل. ثاني حاجه خديت هاد الكات. مهم البنات راهم صولدينهم دايرين ليهم دابا بمناسبه زعما راس العام دايرين ليهم 16 اورو. تخيلوا معايا هذا 16 اورو. ثالث حاجه كمال خدا بانطوفه زيونه للدار مريحه. خامس حاجه كمال عاوتاني خدا هاد الكات هذا ب 20 اورو. راه دايرين واحد لي صول اللي واعر صراحه. خديت بيوتي بلندر ضروري بيوتي بلندر كنشريها ونعاود نشريها ونعاود نشريها. وخديت هاد الكاشكول ها هو اللي كتشوفوا لي لابسه. المهم الشيء الاخر الاكثريه ديال كمال خدا الطاقيات الكاشكول وداكشي داكشي ما غاتنفعوش به نتوما البنات. صافي هادشي اللي كاين. المهم اليوم ما غاديش تشوفوني بزاف غير في هاد اللقطه هادي حيت كما قلت لكم غادي نكونوا مجموعين. وهادي غادي نوريكم غير لي فيديو ديال لاطابل شنو طيبت وشنو وجدت وخا داكشي خفيف ظريف غير
زعما ماشي شي حاجه، ولكن المهم الاهم هو اننا تجمعنا دوزنا وقيته زوينه. صافي هادشي اللي بغيت نقول لكم. المهم تهلاو في راسكم، وهنا غادي يكون وصلنا للاخر ديال الفيديو. نتمنى يكون عجبكم الفيديو، يكون كان خفيف ظريف عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. باقي جيل جديد بزاف، غير ما تنساوش تشجعوني بلا لايك ولا كومونتير هكا، راه باش ما نكونش كنضرب ديك التمارين ديال المونتاج والصور وكناخذ بزاف من وقتي بوغيا. المهم ما نطولش عليكم بزاف، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. البنات الا كان عندكم شي افكار بغيتو لي ندير لكم دي زيدي في لي فيديو، ما تنساوش خليهم لي في لي كومونتير، وان شاء الله غادي ندير لكم كاع داكشي اللي اللي بغيتو لي نديرو. صافي هادشي اللي كاين، تهلاو في راسكم، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلامة.